والله حرب، هي مش حرب حرب يعني، بالنهايه بدنا نكون على قدها يعني. لا ما نستسلم، انا اللي بعلبك، ما نستسلم. ما تعودنا نستسلم. يمكن بنسحب لما شوف الخصم كتير ضعيف، يعني على طريقه انه العفو عند المقدر، انما اذا كان الخصم ند وند كبير مثل اساس سعدون جابر اكيد رح يكون حاضر، رح يكون ثابت ان شاء الله بالحلبة لاخر لحظه. حرب النجوم مع هيثم زياد، السبت بعد الاخبار على الجديد. سعدون جابر ناطرك بلبنان.